بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، ازيكم شباب؟ هنتكلم النهاردة عن درس جديد في الجبر، مجال الدالة الكسرية. عشان أجيب مجال الدالة الكسرية بجيب أصفار المقام الأول، لأن القسمة على الصرف ليس لها معنى. في مجال الدالة الكسرية ح ما عدا أصفار المقام، يعني جميع الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام. يبقى احنا هنجيب أصفار المقام ونقول المجال بيساوي ح ما عدا الأصفار اللي أنا جبتها. لو مفيش أصفار في المقام يبقى المجال بتاعي بيساوي ح. شوفنا بعض كده بعض المسائل. تمرين رقم 2 نحلها. ن س بيساوي 1 على س زائد 2، المجال هيساوي ح ما عدا أصفار المقام. أصفار المقام هنا بسالب 2، لأن عوضت مكان س بسالب 2، القسمة على الصفر ليس لها معنى. المسألة اللي بعدها نحلها رقم 4. ن س بيساوي س ناقص 6 على س. السين هنا لو ساويتها بصفر سين هتساوي صفر في المقام، وبالتالي المجال هيبقى ح ما عدا الصفر. يبقى رقم 4 المجال ح ما عدا صفر. السؤال اللي بعديه هنحله رقم 10. ن س بتساوي س تربيع ناقص 4 على س تربيع ناقص س ناقص 6. هنساوي الدالة بصفر، نجيب أصفار المقام نحلله، اللي هو س تربيع ناقص س ناقص 6. س تربيع س في س، على دين حاصل ضربهم 6 ونطرحهم يدين 1، اقول له 2 في 3. زي ما احنا شايفين الاشارات هتبقى مختلفة، التلاتة تاخد زي الاشارات اللي في النص، يعني الكبير ياخد سالب والتاني ياخد موجب. اهو لما نيجي نطلع الاصفار هنقول له عكس الاشارة، يعني هتبقى س ب3 والس بسالب 2، فبالتالي المجال هيبقى ح ما عدا المجموعة سالب 2 و3. يبقى انت بتجيب اصفار المقام. خدناه في الدرس اللي فات ازاي نجيب الاصفار، بنحلل لانها درجة تانية، طلع منها الأصفار س زائد 2 بصفر أو الس ناقص 3 بصفر، ومنها الس تبقى بسالب 2 والس بتبقى موجب 3. اللي بتاخد عكس الإشارات اللي عندك يبقى المجال ح ما عدا سالب 2 و3، ده مجال الدالة. طيب السؤال رقم 14. ن س بيساوي س تربيع ناقص 3 على س تربيع ناقص 3 س زائد 5. هنا برضو المقام هساويه بصفر، لما أجي أساوي المقام بصفر المقام مش هينفع يتحلل، لأن مفيش عددين حاصل ضربهم بخمسة ونجمعهم يديك 3، فبالتالي مفيش أصفار في المقام، فبالتالي المجال هيساوي ح، مجال الدالة هيساوي ح. تعالوا نشوف المسألة رقم 6. ن س بتساوي س تربيع ناقص 1 على س تربيع زائد 1. برضه يا شباب المسألة دي المقام لما أجي أساويها بصفر هتلاقي مجموع مربعين، فما ينفعش إن هي إيه؟ ما ينفعش إن هي تحلل. شوف هنا اللي رقم 8. طيب رقم 8 موجودة هنا. نرجع تاني كده، احنا بنحل رقم 6. ماشي نقرأ تاني رقم 6 تاني. ن س بتساوي س تربيع زائد 1 على س تربيع ناقص س. المقام هنا هطلع أصفاره، أقول له وضع المقام بصفر، يبقى س تربيع ناقص س بتساوي صفر. آخد الس عامل مشترك، يعني إما إن الس آخد س كده عامل مشترك، بصوا معايا س أهي، وأفتح قوس وأقسم س تربيع على س، هيبقى س ناقص الواحد. يبقى أنت كده أخدت الس عامل مشترك، تقول له بقى إما إن الس بصفر أو الس بتساوي 1، يبقى المجال ح ما عدا المجموعة 1 وإيه وصفر. فهمتوا؟ طيب رقم 6 رقم 8 بقى يا ولاد اللي احنا قرأناها من شوية. رقم 8 هنحلها، الحل بتاعها تحت اهو. المقام اللي عندك مجموع مربعين، فما ينفعش إن احنا يعني يبقى فيه أصفار في المقام، فبالتالي المجال هيساوي ح. لأن لو سويت س تربيع زائد 1 بصفر وديت الواحد بعكس الإشارة هي مفيش جذر تربيع للسالب، دايما يعني مجموع المربعين مفيش عدد هيتربع والجمع عليه واحد ويديك صفر، فيبقى المقام مفيش فيه أصفار، مفيش قيم يعني هتخلي المقام بصفر، دايما المقام هيبقى عدد موجب، فبالتالي المجال ح. طب المسألة رقم 7. ن س بيساوي س تربيع زائد 9 على س ناقص 16. المقام بقى فرق مربعين اهي يا ولاد، شايفين؟ طالما فرق المربعين يبقى المجال ح ما عدا أصفار المقام. أقدر أحلل يعني، أودي الرقم 16 بعكس الإشارة وأخد الجذر التربيعي، هتبقى س بتساوي موجب أو سالب 4، أو تقول إيه العدد اللي هيتربع وتطرح منه 16 يديك صفر، اللي هو 4 أو سالب 4، لأن 4 تربيع ب16 وسالب 4 تربيع ب16 برضه، فيبقى المجال ح ما عدا 4 وسالب 4 جوه قوس مجموعة. دي رقم إيه؟ 7. الحل بتاعها معانا ح فرق 4 وسالب 4. فاهمين؟ ح فرق المجموعة 4 وسالب 4. طيب السؤال اللي بعديه نحله رقم 9 اهو. ن س بيساوي س تربيع زائد 25 على س تكعيب زائد 25 س. المقام لما اجيب اصفاره
اقول له بوضع المقام بصفر، فلما اخد س بصفر عامل مشترك، اخد س عامل مشترك تبقى س بصفر، هيبقى س تربيع زائد 25. مفيش طبعا تحليل لمجموع مربعين، فيبقى عندك المجال ح ما عدا صفر فقط، يبقى رقم 9 المجال بتاع ح فرق صفر، لان المقام لو خدت س، هقول تاني يا شباب شايف س تكعيب زائد 25 س، لو خدت س عامل مشترك عملتها كده س اهي، هيبقى ايه؟ يبقى س تربيع زائد 25، يعني بقت مجموع مربعين. ما احنا قايلين من شويه مجموع مربعين ما ينفعش يتحلل، مجموع مربعين ما ينفعش نطلع منه اصفار، فاهمين؟ فتبقى الاولى بس اللي بصفر اللي هي س بصفر، يبقى المجال ح ما عدا ايه؟ الصفر. السؤال اللي بعده، نون س بيساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 3 مقسومة على 8 س تكعيب زائد 8. المسألة رقم 11، الحل بتاعها معانا اهو يا شباب. رقم 11، ن س بيساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 3 على 8 س تكعيب زائد 8. لما نحل المقام يعني ناخد ال 8 العامل المشترك نحلها كده مع بعض، هنا رقم 8 رقم 11 اهي يا ولاد، المقام هناخد 8 عامل مشترك، يبقى 8 س تكعيب زائد 1 يعني اقول بوضع المقام بصفر، لما اوضع المقام بصفر هيبقى الدالة اللي عندك قيمتها بصفر، تقسم على 8 يبقى س تكعيب زائد 1 بيساوي صفر، يعني س تكعيب هتساوي سالب 1، تاخد الجذر التكعيبي للسالب 1 موجود اللي هو بسالب 1، فتبقى س يساوي سالب 1، يبقى المجال ح ما عدا سالب 1. رقم 13، ن س بيساوي س زائد 1 على 4 س تربيع ناقص 4 س ناقص س تكعيب، اقول له بوضع المقام بصفر، المقام اخد من س عامل مشترك، يتبقى 4 س ناقص 4 ناقص س تربيع بيساوي صفر، اما ان الاول بصفر او التاني بصفر، يبقى الاول بصفر تاني ساويه بصفر يا شباب، فتبقى سالب س تربيع ناقص 4 س زائد 4 س بصفر، هنرتب المقدار مضروب في سالب، تبقى سالب 4 س زائد 4 زائد س تربيع بصفر، وبعدين اثبت في الحدود، تبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 4، ده مقدار مربع كامل عبارة عن س ناقص 2 كل تربيع، يبقى س قيمتها ب2، وبالتالي المجال هيبقى ح ما عدا الصفر و2. دي المسألة رقم ايه؟ 13. يبقى احنا في المسألة رقم 13 أو أي مسألة بيقول لي هات المجال، بساوي المقام بصفر وأجيب أصفاره، وبعد ما أجيب الأصفار أقول له المجال ح ما عدا أصفار المقام العادي. السؤال اللي بعديه رقم 2، بيقول لي أوجد المجال المشترك للدالتين س على 3 و 3 على س، هنا المجال المشترك يبقى ح ما عدا أصفار الدالة الأولى اتحاد أصفار المقام الدالة التانية مع بعض، تمام؟ نحطهم جوه قوس مجموعة كده، فهنا س على 3 و 3 على س المجال يبقى ح ما عدا الصفر، لأن التلاتة لا تساوي الصفر. الدالة التانية س زائد 2 على س زائد 5 و س ناقص 4 على س ناقص 7، يبقى المجال ح ما عدا السالب 5 و 7 من غير الإشارة هنا وهنا لأنها درجة أولى معادلة خطية. طب رقم 3، هنا برضو 3 س على س ناقص 2 و س زائد 3 على س تربيع ناقص 9، المجال يبقى أصفار الأول ب2 ح ما عدا 2، وهنا س تربيع ناقص 9 الس هتبقى ب3 أو سالب 3. رقم 4، س على س تربيع ناقص 4 و3 على 2 ناقص س، يبقى المجال ح ما عدا أصفار المقام اللي هي 2، تبقى هنا ب2 وهنا موجب أو سالب 2. مش هنكرر بقى يا شباب، ممكن بين 2 وسالب 2 بس، منكررش الباقي الاتنين تاني. السؤال رقم 5، س تربيع زائد 3 س على س تكعيب ناقص 9 و س تربيع، هنا المقام س تكعيب ناقص 9 يا ولاد، طبعا لما اجي اجيب اصفاره واخد الس عامل مشترك اقول له بوضع المقام بصفر، اخد الس عامل مشترك يتبقى من الاول س تربيع ناقص 9 بيساوي صفر، اما ان الاول بصفر او التاني بصفر، هتبقى س تربيع ب9، يعني اخد الجذر التربيعي الموجب والسالب، فتبقى س بتساوي موجب او سالب جذر 9 اللي هي موجب او سالب 3. الدالة التانية اللي هي س تربيع زائد 3 س زائد 9 على س تكعيب ناقص 27، أقول له إن س تكعيب بيساوي 27، هودي العدد طبعا بس الإشارة كان بالسالب، أروح بالموجب ناخد الجذر التكعيبي، تبقى س بتساوي 3، فبالتالي المجال ح ما عدا الأصفار تبقى 0 و 3 وسالب 3، وهنا 3 متكررة ما تتكتبش، يبقى المجال ح ما عدا أصفار المقام اللي هي 3 و 0 وسالب 3. نشوف مع بعض التمرين رقم 6،
الدالة الأولى س ناقص 4 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6، وهنا 2 س على س تكعيب ناقص 9 س. هناخد أصفار المقام الدالة الأولانية نساويها بصفر ونحلل س تربيع س في س، عددين حاصل ضربهم 6 ونجمعهم نديك سالب 5 اللي هما سالب 2 وسالب 3، إما إن الأولى بصفر أو التانية بصفر، يعني إما إن س ب2 أو س هتبقى ب3. بالنسبة للدالة التانية اللي هي س تكعيب ناقص 9 س، يا ولاد هناخد الس عامل مشترك، هتبقى س تربيع ناقص 9، إما إن الأول بصفر أو التاني بصفر هتبقى س تربيع ب9، يعني س هتساوي موجب أو سالب الجذر 9 اللي هي موجب أو سالب 3، فبالتالي المجال المشترك يبقى ح ما عدا الاتنين والتلاتة، وهنا في سالب 3 كمان كتب، طبعا التلاتة كتبناها متبقاش تاني. طيب السؤال رقم 7 الصفحة اللي بعدها، الدالة اللي عندي س تربيع زائد 4 على س تربيع ناقص 4، وهنا 7 على س تربيع زائد 4 س زائد 4. الأولى هنساوي المقام بصفر، تبقى س تربيع بتساوي 4، يعني س هتساوي موجب أو سالب جذر 4 اللي هي موجب أو سالب 2، وهنا س زائد 2 بصفر، يعني س تطلع بسالب 2، فبالتالي المجال المشترك ح ما عدا الاتنين وسالب الاتنين. اللي بعده رقم 8، الدالة س ناقص 2 على س زائد 4، و7 على س ناقص 3، وس على س تربيع زائد 4. طبعا المقام هنا مجموع مربعين، مينفعش نجيب أصفار، هنا الأصفار نجيبها تبقى بسالب 4 وهنا 3، يبقى المجال ح ما عدا سالب 4 و3 جوه قوس مجموعة. رقم 9 نفس الفكرة، س زائد 3 على 2 و3 على س تربيع ناقص 9 و7 س على س تربيع ناقص 3 س. هنا مفيش أصفار في الدالة الأولى، مفيش أصفار في المقام، لأن الاتنين اللي تساوي صفر، اللي بعدها س تربيع ناقص 9 هنساويها بصفر، تبقى س بتساوي موجب أو سالب جذر 9 اللي هي موجب أو سالب 3، يبقى هنا ما عدا يعني التلاتة والسالب 3. وهنا لما ناخد السين عامل مشترك في الدالة دي، لأن دي دالة فيها السين متكررة، يبقى نحلل بإخراج عامل مشترك اللي هو السين، هكتب أهو سين يا ولاد على الشمال شايفين، وأفتح قوس، يبقى سين ناقص 3، إما إن السين بصفر أو السين بتساوي 3، فبالتالي المجال هيساوي ح ما عدا الصفر، شايفينه؟ بتاع الدالة إنهي اللي إحنا خدناه الوقت خدنا فيها سين عامل مشترك، يعني إحنا لما خدنا الصفر لأن السين خدناها عامل مشترك بقت صفر وإيه وتلاتة، وفي كمان ايه سالب 3، يبقى المجال ح ما عدا 3 وسالب 3 وصفر. المساله بتاعتنا رقم 10، عندي 3 دوال، الداله الاولى المقام بتاعها س تربيع ناقص 5 س زائد 6، دي هنحللها برضه يا ولاد، عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5، يبقى 2 في 3، الاشارات سالب وسالب، فيبقى المجال بتاع الداله الاولى ح ما عدا 3 وال2، تمام، ح ما عدا 3 و2، طبعا بنعكس الاشاره لان درجه اولى. الدالة التانية س تربيع ناقص 9، هناخد الس عامل مشترك، يا إما إن الس بصفر أو الس بتساوي 3. الدالة اللي بعدها دي زي اللي فوق، الدالة اللي بعدها يا ولاد اللي هي س تربيع ناقص 3 س ناقص 4 على س تربيع زائد س ناقص 2، هنحللها نقول س في س، نشوف عددين حاصل ضربهم ب2 ونطرحهم يديك 1 اللي هما 1 في 2، الكبير اللي هو الاتنين ياخد موجب زي اللي في النص، والتاني ياخد ايه سالب، فيبقى التحليل بتاعنا س ناقص 1 في س زائد 2 اهو، يبقى المجال ح ما عدا الاصفار بتاعتنا عندنا 3 وعندنا 2 و1 وسالب 2، يبقى ده المجال المشترك للدالتين. السؤال رقم 3 بيقول لي اكمل ما ياتي، مجال الداله الكسريه، داله س بتساوي س تربيع ناقص 4 س على 2 س زائد 4، اقول له ح ما عدا اصفار المقام، يبقى ح ما عدا السالب 2، اقول 2 س زائد 4 سواء بصفر، وأدي الأربعة بعكس الإشارة وأقسم على الاتنين، فتبقى سالب 4 على 2 فالسالب 2، فيبقى المجال هنا ح على سالب 2. الإجابة يا ولاد على الشمال زي ما إحنا شايفين، إجابة السؤال التالت رقم 1 أهو على الشمال موجودة، ح على سالب 2. رقم 2، مجال الدالة س تربيع على س أس 7 ناقص 32 س أس 2، المقام ده هساويه بصفر، فلما أساويه بصفر يا شباب هاخد الس تربيع عامل مشترك وأفتح قوس، هيبقى من الأول س أس 5 ناقص الإشارة سالبة أهيت يا ولاد شايفينها، يبقى س أس 7 ناقص 32 س أس 2 بيساوي صفر، سويها بصفر، فخدنا س أس 2 عامل مشترك، فإما طبعا لما ناخد س تربيع عامل مشترك هتبقى من الأولى س أس 5 ناقص التانية لما ناخد س أس 2 هتبقى تبقى 32 بس اللي هي 32 س أس 2، فإحنا لما نيجي نحلل بناخد العامل المشترك الأعلى بينهم اللي هو س تربيع، يا إما إن س تربيع بصفر أو س أس 5 ناقص ال 32 ده بصفر، فتبقى س أس 5 بيساوي 32، ومنها الس هتساوي كام؟ س هتساوي 2، فاهمين؟ فيبقى المجال ح ما عدا المجموعة صفر و2. شوف السؤال اللي بعده رقم 3، بيقول لي مجموعة أصفار الدالة س تربيع ناقص 4 على س تربيع ناقص س ناقص 2، هنحلل المقام، شوف عددين حاصل ضربهم 2 ونطرحهم يديني 1 اللي هما 1 في 2،
بالمجال ح ما عدا أصفار المقام. تعالوا كده نشوف الحل يا ولاد، معانا على الشمال اهو موجود بالتفصيل الحل. تمام، انت هتساوي المقام بصفر وتحل، اللي هو س تربيع ناقص س ناقص 2 سواء بصفر. افتح بقى القوسين بتوعك اهو زي ما احنا شايفين، فتحنا قوسين س تربيع س في س، على ده نحصل ضربهم في 2، واحد في 2، الكبير ياخد اشارة اللي في النص، يعني الاتنين تاخد اشارة سالبة والتاني موجب، لان الضرب سالب فالاشارتين تكون مختلفين، واحدة موجب واحد سالب. فبالتالي المجال ح ما عدا اصفار المقام اللي هي موجب واحد تبقى سالب واحد، والسالب اتنين تبقى موجب اتنين. بنغير الاشارات لان بنساوي كل دالة بصفر وبتدل على الاصفار بتاعتنا، تبقى السين بموجب واحد تتغير تبقى بسالب واحد، والسين التانية بسالب اتنين تعدي الناحية التانية، يبقى السين بتساوي موجب اتنين لان كانت سين ناقص ايه؟ اتنين. تعال نشوف المسألة بعدها رقم أربعة، عايز المجال المشترك لدالتين نون واحد س بتساوي ستة على س، والدالة التانية نون س بيساوي س زائد ستة. خد بالك الدالة التانية كثيرة حدود مجال ح، متتلخبطش وتقول ما عدا السالب ستة، لا دي دالة كثيرة حدود ماليش دعوة بيها. يبقى مجال الدالة الأولانية ح ما عدا الصفر، يبقى مجال المشترك بينهم ح ما عدا صفر فقط. يا ولاد احنا وصلنا خلاص رقم أربعة، الإجابة بتاعتنا اهي شايفينها على الشمال، ده رقم أربعة. يبقى المجال ح ما عدا صفر، بس ما تقولش هنا بقى ايه سالب ستة، لا الدالة كثيرة حدود زي ما قلنا. السؤال اللي بعده رقم خمسة، إذا كانت نون س بتساوي سبعة على س زائد أ، وكان مجال الدالة ح ما عدا سالب اتنين، فإن أ بكام؟ يعني المقام ما ينفعش يتحط فيه سالب اتنين، لأن لو حطينا مكان السين دي بسالب اتنين تبقى الدالة بصفر، هتبقى سالب اتنين أهي زائد كام بقى بصفر؟ زائد اتنين، فتبقى أ باتنين. رقم ستة، إذا كانت الدالة د س بتساوي س ناقص خمسة على س تربيع ناقص أ، فإن وكان مجالها ح ما عدا السالب خمسة وخمسة. فانت معنى الكلام انت لو عوضت مكان السين بخمسه وسالب خمسه الداله تبقى بصفر، فلما نعوض مكان السين هنا بخمسه هتبقى خمسه تربيع بخمسه وعشرين، خمسه وعشرين ناقص كام يديك صفر؟ ها خمسه وعشرين ناقص خمسه وعشرين هتبقى الف قيمتها بخمسه وعشرين. رقم سبعه، اذا كان نون واحد س بتساوي سالب سبعه على س زائد اتنين، ونون اتنين س بيساوي س على س ناقص كاف، وكان المجال مشترك للدالتين ح ما عدا سالب اتنين وسبعه. السالب اتنين دي بتاعت الداله الاولى يا استاذ، ها طيب والسبعه؟ ها مكان التانيه، لان بنشيل بقى السين ونكتب مكان الارقام، فتبقى 7 ناقص كام يديك صفر؟ ها 7 ناقص ايه؟ 7 ناقص 7، فتبقى الكاف بتساوي 7، يبقى الكاف بتساوي 7 للاجابه اللي هو السؤال رقم ايه؟ 7 بتاعنا، كاف ب7 ماشي. يبقى السؤال رقم 7 وصلنا له، كاف هتساوي ايه يا حبايبي شباب؟ كاف بتساوي 7. تمام، تعالوا نشوف المساله اللي بعدها رقم 8. رقم 8 يا شباب، احنا عارفين طبعا يعني اصفار الداله الكسريه، بنجيب اصفار البسط في اصفار المقام. لما اقول لك هات اصفار الداله الكسريه بتجيب مجموعه اصفار البسط فرق مجموعه اصفار المقام. تعالوا كده نشوف رقم 8، بيقول اذا كانت داله س بتساوي س تربيع ناقص لام على س تكعيب ناقص 27، وكانت مجموعه اصفار الداله هي 2 وسالب 2، فان لام بتساوي نقط. خد بالك اصفار الداله دي بتبقى جايه منين؟ من اللي في البسط ومش في المقام، فاهمين؟ يعني الاتنين وسالب اتنين دول هنحط مكان ايه؟ البسط، هنساوي الدالة دي بصفر، البسط بصفر يعني، ونحط مكان السين ايه؟ باتنين، طبعا مكان السين باتنين، فتبقى اتنين تربيع باربعة، اربعة ناقص لام بصفر، يعني اربعة ناقص كام بصفر يا استاذ؟ اربعة ناقص اربعة. تاني يا شباب، يبقى احنا هنعوض مكان السين بايه؟ باتنين هنا في البسط مش في المقام، لان يعني دي اصفار ايه؟ دالة كسرية. خد بالك اصفار الدالة الكسرية عبارة عن اصفار البسط فرق اصفار المقام، انا كاتبها على الشمال اهو. فلما اقول لك اصفار الدالة الكسرية ايه؟ تاخد البسط بس، تتعامل مع البسط. فتعوض مكان السين بايه؟ باتنين، عوض بالسين باتنين هنا تبقى اربعه ناقص لام بصفر، يعني اللام تبقى بكام؟ اللام تبقى باربعه. فهمنا المساله؟ ده عشان نجيب ايه؟ اصفار الداله الكسريه، بنقول اصفار البسط فرق اصفار المقام، هو قال لك ان الاصفار باتنين وسالب اتنين، فنعوض مكان البسط باتنين تبقى اربعه ناقص لام بصفر، يعني اللام تبقى باربعه. خلاص؟ لان اربعه ناقص كام بصفر؟ اربعه ناقص اربعه. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الرابع معانا، بيقول اذا كان نون واحد ونون اتنين كسرين جبريين، وكان مجال نون واحد بيساوي ح ما عدا س واحد، حيث س واحد اصفار مقام الداله الاولى، ومجال نون اتنين ح ما عدا س اتنين، حيث س اتنين مجموعه اصفار مقام نون اتنين، فان المجال المشترك نقول له ح ما عدا المجموعه س واحد اتحاد س اتنين، اللي هي س واحد وس اتنين اللي هي اصفار الداله الاولى، يعني اتحاد اصفار الداله الثانيه. فاهمين؟ يبقى المجال المشترك ح ما عدا س واحد اتحاد س اتنين، اللي هي اصفار الداله الاولى اتحاد اصفار الداله الثانيه. تمام، لكن لو قال لي المجال المشترك للدالتين بتقول المجال الاول تقاطع مجال الثاني، مش ما تلخبطش يا اولاد. لو قال لك المجال المشترك للدالتين بتقول المجال الاول تقاطع المجال الثاني ماشي، لكن لما يقول لك ح ما عدا تقول له س واحد اتحاد س اتنين، عشان ما نتلخبطش، لانه عايز هنا ايه؟ عايز في المساله المجال المشترك، وقال لي ح ما عدا اقول له س واحد اتحاد س اتنين. خلاص،
طيب اللي بعده رقم 2، اذا كانت داله س بتساوي 2 س ناقص 4 على س تكعيب ناقص 4 س، بيقول لي داله س ليس لها معنى. ليس لها معنى يعني ايه؟ يعني المقام هيبقى بصفر. طب المقام بيبقى بصفر لو الس كان بكام؟ اللي في المقام يا استاذ، يعني هنساوي المقام ده بصفر. فلما نساوي المقام بصفر اللي هو س تكعيب ناقص 4 س، نقدر ناخد الس عامل مشترك، فيبقى عندك من الداله الاولى س تربيع ناقص 4 بتساوي صفر، س تربيع ناقص 4 شايفين يساوي ايه؟ صفر. طب امتى يا استاذ س تربيع ناقص 4 بصفر؟ يبقى الس هتبقى بصفر او الس هتبقى ب2 او سالب 2. فيبقى المجال هنا كاتبه على الشمال اهي يا ولاد، اللي هو الس يعني اللي هو عايزها، س بتندم س تنتمي ل2 وسالب 2 وصفر، الداله ليس لها معنى. يبقى الداله اللي عندنا ليس لها معنى اذا كانت س تنتمي للمجموعه ها 2 وسالب 2 وصفر. شايفينها الاجابه على الشمال اهي. طيب السؤال اللي بعده رقم 3، كمل كده مع بعض الحل والإجابة على الشمال يا شباب. رقم 3 بيقول لي مجال الكسر الجبري س ناقص 5 على 3 بيساوي مجال الكسر الجبري نقطة. خد بالك الكسر الجبري ده مجاله بحه، لأن المقام ملوش أصفار، يعني المقام نتيجة تيجي تساوي صفر التلاتة ما تساويش صفر أصلا، فيبقى المجال بتاعها حه. هنشوف مين في دول بقى مجالها بحه. ركز كده في الدالة الأولى شايفها، اللي هي س على س تربيع زائد 1، المقام مجموع مربعين. طالما مجموع مربعين يبقى مفيش أصفار، لأن مفيش عدد هنعوض في مكان السين وتربع يعني والجمع عليه واحد ويديك صفر، مستحيل. فدايما مجموع مربعين ما لقاش فيهم اصفار، ما ينفعش مساله تحلل اصلا مجموع مربعين. خلاص فالحل بتاعنا هيبقى رقم ايه؟ ا. يبقى المجال بتاعها برضه هيطلع ح. رقم 4 بيقول لي داله س بتساوي س على س ناقص 2، فان داله 2 بتساوي ناقص داله 2، دي معناها هنعوض مكان السين ب2، فيبقى 2 في البسط و2 في المقام، يعني 2 على 0 ليس لها وجود، القسمه على 0 ليس لها معنى. رقم 5 إذا كان مجال الجسر الجبري مجال الكسر الجبري ن بيساوي ح مع عدد 2 و3 و4، ن 3 بتساوي نقط. خد بالك التلاتة ديت لو عوضت بيها في الدالة يبقى الدالة ليس لها معنى، لأن هو بيقول لك المجال ح مع عدد 2 و3 و4، يعني 2 و3 و4 دول ما ينفعش نعوضهم في الدالة. ليه؟ لأن لو عوضناهم هيخلدوا المقام بصفر، والقسمة على الصفر ليس لها إيه؟ ليس لها معنى أو ليس لها وجود. يبقى الإجابة بتاعتنا رقم د. شايفين كده؟ شوف السؤال اللي بعده اللي هو رقم 6، مجموعة أصفار الدالة د حيث دالة س بتساوي 2 ناقص س على 7 هي. هو عايز الأصفار الدالة، خد بالك أصفار الدالة الكسرية بنجيب أصفار البسط فرق أصفار المقام. حد يشوف بقى المجال هنا ح يقول لي أصفار المقام بفاي، لأ هو عايز إيه؟ أصفار الدالة، أصفار الدالة د، ها أصفار الدالة إيه يا ولاد؟ أقول أصفار البسط فرق أصفار المقام، يعني إيه اللي يخلي الدالة بصفر؟ طبعا لو الس ب2 يبقى المجموعة إيه؟ 2 اللي هي رقم دي. طيب السؤال اللي بعده رقم 7، مجموعة أصفار الدالة د حيث دالة س بتساوي س زائد 1 على في س ناقص 3 على س تربيع ناقص 4 هي. عايزين نجيب أصفار الدالة، أصفار الدالة بنقول أصفار البسط فرق أصفار المقام. أصفار البسط اللي عندي هتبقى سالب 1 و3، وأصفار المقام 2 وسالب 2. فايه الموجود فوق ومهوش تحت؟ حلها لكم يا ولاد عشان تفهموا اكتر. يبقى نقول هي الاصفار الداله، بنجيب اصفار البسط فرق اصفار ايه؟ فرق اصفار المقام. اصفار البسط اللي عندك هتبقى سالب 1 و3، لان دي داله درجه اولى، فبنطلع الاصفار مباشره بنعكس اشاره الايه؟ الحد المطلق المتضاف. وهنا س تربيع ناقص 4 معادله درجه ثانيه، اصفار هتبقى 2 وسالب 2، يبقى 2 وسالب 2. تمام؟ فانت بتجيب اصفار البسط فرق اصفار ايه؟ المقام. يعني انت اصفار البسط اهو تعملها بقوس مجموعه كده، شايفين دي اصفار البسط، تعمل ناقص كده تعمل مقص مجموعة، ونجيب اصفار المقام اللي هي 2 وسالب 2. يبقى انت جبت اصفار البسط فرق اصفار المقام. ايه اللي فوق بقى مهوش اللي تحت؟ ها اللي هو سالب 3 و3. يبقى الحل بتاعنا سالب 3 و3، سالب 1 و3، سالب 1 و3 اللي هي رقم ج. شايف هنا اللي هو اللي فوق مهوش اللي تحت ده. تمام، شوف الصفحة اللي بعدها. وصلنا مع بعض للسؤال رقم 8، بيقول لي مجموعة أصفار الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص س ناقص 2 على س تربيع زائد 4. أنت عشان تجيب أصفار الدالة بتجيب أصفار البسط فرق أصفار المقام. أصفار البسط عندك اللي هي س تربيع ناقص س ناقص 2 هتبقى ب2 وسالب 1، يعني البسط ده لما تساوي بصفر هتحلل يعني أهو، هعملها لكم فوق يا شباب. لو حللنا البسط ده هيبقى عبارة عن س تربيع حاصل ضرب س في س، س وهنا س، عددين حصل ضربهم ب2 ونطرحهم نديهم 1 اللي هما 2 في 1، كبير طبعا هياخد الشاطر في النص. يبقى انا اقول له هنا
اتنين واحد زي ما احنا قلنا هنا اهو، وهنا واحد. الكبير بياخد الإشارات اللي في النص، الكبير اللي هو الاتنين تاخد سالب وده موجب، فبالتالي الأصفار بتاعتك هتبقى اتنين وسالب واحد، اللي هي أصفار البسط اتنين وسالب واحد، والمقام هيبقى أصفاره اتنين وسالب اتنين. طبعا المقام ده مش هينفع يتحلل أصلا، الكلام ده لو كانت ناقص تبقى اتنين وسالب اتنين، لأن هي زائد يبقى فاي، مفيش أصفار في المقام، فبالتالي أصفار الدالة هتكون المجموعة بتاعتك اللي هي اتنين وسالب واحد. فاهمين؟ أنا عامل الحل بالتفصيل اهو على الشمال يا شباب. يبقى الحل بتاعنا اتنين وسالب واحد. ماشي، تنقلوا بقى الحل اللي هو ايه، رقم 8 اللي احنا بنحلها، الحل ده رقم 8. طيب رقم 9 بيقول لي مجموعة أصفار الدالة، نفس الفكرة يا أولاد، عشان أجيب أصفار الدالة أجيب أصفار البسط فرق أصفار المقام. أصفار البسط أهو على الشمال يا أولاد هيطلع 3 وسالب 3، لأن البسط س تربيع ناقص 9، لما تتحلل تبقى س بتساوي 9 الجذر التربيعي ليها موجب أو سالب يديك 3 أو سالب 3. وأصفار المقام عندك س ناقص 2 بصفر، يعني س ب2، فيبقى أصفار الدالة المجموعة 3 وسالب 3. فبالتالي أصفار الدالة كلها تبقى هنختار يعني طبعا الإجابة بتاعتنا اللي هي كام، 3 وسالب 3 اللي هي رقم ج يعني يا شباب، واللي فوقها اخترناها 2 وسالب 1 اللي هي الإجابة رقم ج برضه. تمام، يبقى 2 وسالب 1 اللي فوق، واللي بعدها 3 وإيه وسالب 3. السؤال اللي بعده المجال المشترك للكسرين بيقول ح ما عدا أصفار الدالة الأولى اتحاد أصفار الدالة الثانية، مقام الدالة الثانية يعني، ح ما عدا أصفار مقام الدالة الأولى اتحاد مجموعة أصفار مقام الدالة الثانية. هنا س تربيع ناقص واحد هيساوي بصفر، تبقى س تبقى بموجب أو بواحد أو سالب واحد، وهنا س تربيع ناقص س لما نحلل هناخد الس على المشترك كده، س ونفتح قوس هيبقى س ناقص واحد، فيا إما إن الس هتبقى بصفر أو الس هتبقى بإيه؟ واحد، فيبقى المجال ح ما عدا صفر وإيه؟ وسالب واحد. شايفين يا شباب؟ يعني المقام ده أنا بحلله هنا أهو، اللي هو لما ناخد س على المشترك يبقى س في س ناقص واحد، يا اما ان س بصفر او س بواحد، يبقى المجال ح ما عدا واحد وسالب واحد وصفر، اللي هي الاجابه رقم ج برضه. السؤال رقم 11 المجال المشترك للدالتين، هو المجال المشترك نقول ح ما عدا اصفار مقام الداله الاولى، طبعا لو كانت داله كسريه، لكن هنا دي داله كسيره حدود، داله كسيره حدود مجالها ح، فالاجابه ده محدش يتلخبط بقى ويجيب اصفار دي واصفار دي، لا دي داله ايه، كسيره حدود، ركزوا عليها يا اولاد المساله دي مهمه. المجال المشترك للكسرتين ده، الكسرين او الدالتين دول يا اولاد من واحد ومن اتنين هيبقى ايه؟ هيبقى ح فقط. ليه؟ لان دي يا اولاد داله كسيره حدود، وداله كسيره حدود مجالها بايه؟ مجالها بح، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم د. فاهمين؟ يبقى لو داله كسيره حدود ما اقولش بقى قاعده مجال الداله الكسريه، لان مجال الداله الكسريه بتقول ح ما عدا اصفار المقام، ومفيش مقام اصلا عندك، مقام واحد. فاهمين؟ فدي داله كسيره حدود. طيب وصلنا للسؤال اللي بعده، وصلنا لرقم 12، نشوف رقم 12 كده في صفحة 84 يا شباب من كتاب المعاصر. السؤال رقم 12، إذا كان مجال الدالة نون س بيساوي س ناقص 2 على س تربيع زائد 1، فإن أ بتبقى نقطة. طالما مجالها هو ح، بيقول لي إذا كان مجال الدالة هو ح، ح دي يعني مفيش أصفار في المقام، مفيش أصفار في المقام دي معناها إن المقام هيبقى عدد موجب، هيبقى مجموع مربعين يعني، لأن س تربيع زائد إيه؟ زائد العدد موجب، ما ينفعش نقول أ بصفر، لأن لو س تربيع بصفر فتبقى س بصفر، والقسمة على صفر ليس لها معنى، والمجال هيبقى ح على صفر. لكن المقام ده أنت عايزه مجموع مربعين، فلازم أ ده يكون عدد موجب، يعني يكون أكبر من الصفر. فاهمين؟ لازم أ تبقى أكبر من إيه؟ من الصفر. طيب السؤال اللي بعده، إذا كانت س بتساوي 3 أحد أصفار الدالة، فإن ك بتساوي نقط. أحد أصفار الدالة يعني أصفار البسط، لأن دي دالة كسرية، وأصفار الدالة الكسرية بنقول أصفار البسط فرق أصفار المقام، فالتلاتة ديت أحد أصفار الدالة يعني أحد أصفار البسط اللي فوق، هنعوض مكان السين بتلاتة في البسط، هتبقى تلاتة تربيعها بتسعة ناقص اتنين في تلاتة ناقص ك، يبقى تسعة ناقص ستة، تسعة ناقص ستة ناقص ك بتساوي صفر، اعملها يا ولاد الحل موجود أهو، شايفين؟ يبقى 9 ناقص 6 ناقص ك بيساوي صفر، يبقى 9 ناقص 6 اللي هي 3، 3 ناقص ك بصفر، فتبقى الك قيمتها بكام؟ ب3. السؤال رقم 14، إذا كانت دالة س بيساوي 7 زائد س على 7 ناقص س، حيث س بتنتمي للمجموعة على 7 وسالب 7، فإن دالة سالب 2 بيساوي نقط. يعني إيه الكلام ده؟ دالة سالب 2 دي لما تيجي تعوض بقى في الدالة هيطلع أنهي واحدة في دول؟ تعالوا نعوض كده يا شباب، سالب 2 في الدالة اللي فوق، يبقى 7 ناقص 2 هيديك 5، وهنا 7 سالب سالب بموجب، حط مكان السين بسالب 2 تبقى 7 زائد 2 ب9. فهنشوف مين في الاختيارات الناتج هيطلع 5 على 9، طبعا السوالب مرفوضة، مفيش سوالب أصلا في المسألة، فإيه هنبعد عن دول ودول، هنبعد عن الأولى والتانية. تعالوا نشوف كده، نفكر في رقم ج،
او اليساوي، نعوض كده مكان الداله بتاعتك اللي هي في المقام، يعني سيب البسط واحد والمقام ده اللي في اتنين، 7 زائد 2 ب9 اهي، على عوض ب2 في المقام، 7 ناقص 2 ب5 يبقى 1 على 9 على 5 هتساوي 5 على 9، لان يعني المقام مقام المقام بسط، فيطلع الجواب بتاعنا رقم ج هو اللي صح. يبقى ناخد رقم ايه ج، لكن الاخيره برضو مش هتنفع، لو عوضناها تبقى هنا، عوض كده في الاخيره، ادي 1 اهي، ده سالب 2، عوض بسالب 2 هنا، 7 ناقص 2 ب5، و7 زائد 2 ب9 تطلع ناتج 9 على 5، مش زي ديت، لأن دي 5 على 9، فالجواب بتاعنا الصح رقم ج. كده يبقى لنا لسه صفحة يا شباب نحلها إن شاء الله، وأنا بشرح الدرس الجاي بإذن الله. في الأول كده هشرح الصفحة دي بإذن الله وأحلها معاكم. أتمنى تكونوا فهمتوا، ربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.